للحديث أكثر عن الوضع الصحي عموما في العراق وهذه التصريحات لمنظمة الصحة العالمية في العراق، معنا هاتفيا من اسطنبول المتخصصة في الشأن العراقي سي شهو القرداغي، مرحبا بك سي شهو. إذا ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، يعني تحدث عن تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في عموم البلد، لكن الوضع الصحي يعني تحت السيطرة كما يقول أيضا ممثل منظمة الصحة العالمية، وهناك تراجع حقيقي في معدلات الإصابة. هل هذا حقيقي برأيك أستاذ شهو، أم هناك يعني تعميم حكومي لما يجري داخل العراق؟ تحياتي لكم. حقيقة منذ بداية ظهور وتفشي الفيروس في المنطقة وخاصة في إيران، السلطات العراقية لم تقم بواجباتها الفعلية والحقيقية لمنع انتشار الفيروس. يعني نحن إذا عدنا للوراء نرى أنها تهاونت مع مسألة إغلاق الحدود وأيضا منع التجمعات الدينية، ولم تستطيع أن تفرض القانون، وبالتالي منذ البداية فشلت في هذا الامتحان. بعد انتشار الوباء وبعد انتشار الأمراض، المصادر التي تعطي أرقام حقيقية يتم معاقبتها مثل وكالة رويترز. نحن رأينا التقرير الذي تم نشره على وكالة رويترز العريقة التي دائما تنشر أمور دقيقة ولا تنشر معلومات خاطئة، ولكن الحكومة العراقية فورا قامت بمعاقبتها وإغلاق يعني الوكالة في بغداد في العراق. وبالتالي هذه رسالة واضحة بأن أي طرف ينشر أي معلومة صحيحة ودقيقة يتم معاقبته، ويجب أن يلتزم الجميع بالمعلومات الصادرة عن السلطات العراقية، لأن حالة المستشفيات وحالة الوضع الصحي المتردي لا يسمح للحكومة بالاعتراف بهذا الأمر، وبالتالي يتم إعطاء معلومات غير دقيقة بشأن هذا الفيروس وبشأن الوضع الصحي في العراق، حتى تثبت الحكومة العراقية بأنها قادرة على السيطرة وأنها جديرة بإدارة الأزمة في الوقت الحالي. ولكن الواقع معاكس تماما بشهادة الشهود ومقاطع الفيديو المنتشرة والتي تؤكد عكس هذه الأقاويل والتأويلات الحكومية. هو ادعى يعني ممثل المنظمة في العراق أن سبب تناقص أعداد الإصابات في العراق كما دعا يعني كان نتيجة الإجراءات الوقائية الحكومية وخلية الأزمة، وأن السلطات المعنية سيطرت على منع التجمعات البشرية. نريد أن نفهم أين هذه الإجراءات الحكومية ومنع التجمعات البشرية، هل هذا يحصل فعلا الآن في العراق؟ بالعكس، منذ اليوم الأول الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلا كان من الممكن أصلا تجنب انتشار هذا المرض من إيران إلى العراق. وبالتالي نرى إلى الآن هناك التجمعات وهناك عدم التزام بالقانون، لأن الحكومة غير قادرة على فرض القانون. والأمر الآخر الذي يفسر خروج البعض إلى الشوارع وعدم الالتزام بهذه القوانين، أن الحكومة تخير الناس بين الموت بكورونا والموت بالفقر. يعني الآن نرى أن أكثر من 13 مليون شخص قدموا على منحة للحصول على ما يقارب 33 دولار. يعني هذا حالة فقر وهذا حالة مأساوية في العراق، وبالتالي لا يمكن أن نلوم الشخص عندما يخرج، لأنه يقول إذا لم أخرج لطلب الرزق فأنا سأموت، لأن الحكومة غير قادرة على مساعدة المواطنين. وبالتالي هذا أيضا يفسر فشلا آخر. يعني أزمة كورونا لم يجسد المشاكل والأخطاء الموجودة في القطاع الصحي فقط، بل في الإدارة السياسية بشكل عام، وكشفت مدى الفقر والبؤس والجهل الموجود داخل الدولة العراقية. يعني هذه الأزمة كشفت مشاكل عديدة داخل الأزمة العراقية. ولكن ممثل المنظمة منظمة الصحة العالمية يعني يسوق حججا غير مقنعة، مثل ما قاله بأن سبب زيادة حالات الشفاء لدى العراقيين مؤخرا جاءت بسبب اعتماد العراق بروتوكولا علاجيا فعالا مزيجا من الصين وإيران. طيب لماذا لا تستخدم إيران هذا العلاج الفعال ويوميا العشرات وربما المئات يتوفون في إيران مثلا؟
بلا شك هذه المعلومة غير دقيقة ومحاولة يعني فاشلة لتسويق هذا الأمر، تسويق أمر غير صحيح، لأن إيران أصلا تعاني إلى الآن، وإيران أيضا تعاني من هذه المشكلة. الحكومة الإيرانية لا تقدم أرقام حقيقية، وفي آخر تقرير للبرلمان الإيراني كشف أن أعداد المصابين والموتى بالفيروس هي أضعاف ما تعلنه الحكومة، وبالتالي حتى في داخل إيران الأمور خرجت عن السيطرة، ومن يقول بأن إيران من الممكن أن تساعد العراق أو تساعد في إنتاج دواء لهذا المرض هذا مخطئ تماما، ويريد أن يخدع المواطنين أو ينشر الوهم بينهم، لأن إيران وحتى فعلا تعيش في أزمة حاليا. نعم، حتى هو يناقض تصريحات وزير الصحة، يعني قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، قال إن العراق يمتلك يعني ملاكات طبية مميزة وأجهزة طوارئ ويعني الفرق الصحية والمستشفيات جاهزة لاستقبال أعداد، فهو ناقض أيضا تصريح وزير الصحة. بلا شك حتى الآن لا يوجد استراتيجية شاملة من قبل وزارة الصحة العراقية للتعامل مع الأزمة في كامل المحافظات، يعني هذا أكبر إشارة على النقص والخلل الموجود، يعني كل طرف كل محافظة يقومون بجهد بشكل فردي، لا يوجد استراتيجية شاملة، وبالتالي التخبط أيضا موجود. ولكن هذه التصريحات تأتي من ضمن الالتزام بالإطار الذي ترسمه الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ترسم إطار معين، أي طرف أو أي جهة تخرج عن هذا الإطار يتم معاقبته كما رأينا مع وكالة رويترز. شكرا جزيلا لك إذن من اسطنبول المتخصص في الشأن العراقي شاهو القرداغي.